السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال هذا النهار، كنبغي نقول لكم مرحبا بكم في قناه ليلى راش. بالنسبه للناس الجداد اللي التحقوا بالقناه ديالي، كنبغي نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. بالنسبه للناس القدام، شكرا لكم يا احلى متتبعين اللي ديما مسانديني، كنبغيكم بزاف وراكم في القلب. اليوم البنات بغيت نبارك لكم العواشر ونقول لكم رمضان كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه يا ربي. وباش كتمنوا نتوما والاهل ديالكم والاحباب ديالكم وبجميع المتمنيات ديالكم ان شاء الله يا البنات. كنتمنى الشهر الفاضل يدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش كتمنوا ان شاء الله يا ربي علينا وعلى جميع المسلمين. البنات الكاميرا عندي شويه حماقت، ما نعرف مالها، شويه كتبين داك الشيء فلو، شويه كيبان داك الشيء مقادد. المهم نديوش على التليفون مسكين راه تبلوك. المهم البنات اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد العرض زويون البنات. سمحوا لي حبيباتي جاتني مكالمه، كنعتذر منكم. كما قلت لكم البنات راه فيتامين سي غزال، ما خصوش يخطانا، خصو ضروري يكون عندنا في الدار ديالنا، يعني ضروري. هاد المره غادي نشارك معكم واحد لاتخوس اللي خاصها تكون اوبليغاتوار مع المره، ضروري خاصها تكون معها في ما مشات، تكون معها الروتين اليومي ديال البشره ديالها. يعني انا ما كنهضرش على الناس اللي ضروري عندهم مشاكل في البشره ديالهم، لا البنات انا كنهضر ليكم على الناس اللي ضروري خصهم يعني اي وحده مهتمه براسها وبغات تهلا في راسها. غنشارك معكم ان شاء الله واحد لاتخوس فيها الروتين اليومي ديال النهار، غنشارك معكم بالنسبه للناس البسطاء، الناس اللي ما عندهمش يعني روتينات ودي دي برودوي اللي في المتناول ديال الجميع اللي يمكن له ياخذهم. يعني اي واحد غيمشي وغادي ياخذهم وغتكون عنده ديك لاتخوس ديالو وغيبقى كيدير واحد الروتين اللي هو يومي البشره ديالو. المهم البنات نبقاو في الموضوع ديالنا، كما قلت لكم البنات هاد فيتامين سي هذا كيغذي لنا البشره اول حاجه، كيصفيها لنا، كيوحد لنا اللون، يعني هادشي كامل فيه. لكنو فينا اثر الكلف اولا داك الحروق اللي ناتجه عن الشمس، يعني كيوحد لنا اللون، كيغذي لنا البشره. يعني هاد لي فيتامين اي حاجه مثلا ما كنكونوش مثلا كناكلوها الجسم ديالنا كيستافد منها، كنحاولوا نغذيو البشره ديالنا بلي فيتامين. مثلا دابا هنايا كنقدروا نديروا فيتامين ان، فيتامين سي، ناخذوا لي كومبليمون اليمونتير باش نكملوا مثلا نحاولوا نوازنوا يعني التغذيه ديالنا. كنحاولوا مثلا بلي كومبليمون اليمونتير حوايج اللي ما كناكلوهمش كنقدروا نكملوا بهم دوك المكملات الغذائيه، لي سيروم للوجه، يعني شلا ما يدار البنات وكاين ما يدار غير نوضوا تهلاو في راسكم. يعني راه ماشي ضروري تكون عندنا واحد يكونوا عندنا لي مويان كثار باش عاد نتهلاو، لا البنات غتكون شي حاجه قليله، تكون عندك 50 درهم 30 درهم 20 درهم وتهلاي في راسك. يعني ماشي ضروري، انا كنهضر مع الناس اللي باغين نيت يتهلاو في راسهم ويحيدوا منهم داك الملل والعجز وديك الطاقه السلبيه ديال كل نهار. لا انا ما عنديش، ما فحالتيش، انا هادي، انا ما كرهتش، انا نوضي. لا لا تهلاي في راسك، نوضي تهلاي في راسك، راه التهلو راه هو كلشي. يعني فاش كتهلاي في راسك راه انت فاش كتنوضي ناشطه وكتشوفي راسك في المرايه وكيعجبك وجهك راه كترتاحي، صافي كترتاحي، كتقولي شوف انا وجهي كيفاش داير منور. يعني بلا ما انتي ديري داكشي لراسك لذاتك، يعني بلا ما تبقاي تسني ديريه لشي واحد اخر. يعني ضروري المراه خصك تكوني تكون شي حاجه اللي هي مميزه ديما في الحوايج ديالها، في اللباس ديالها، في المكياج ديالها، الميك اب ديالها، يعني في لابو ديالها. خصها تكون المراه يعني مراه تكون عبره، يعني كيتضرب بها المثل. يعني البنات هادشي اللي بغيت نقول لكم، ضروري ما تهلاو ليا في راسكم. كما كتشوفوا انا كنبغي نعطيكم بحال هكا، تنحاول ندير فيكم النفس. يعني راه كاينين شي وحده نهار كامل وهي ناعسه حتى سنانها ما كتغسلهمش، كدير حتى حاجه، حتى مجهود ما كدير والو، غيان دي ما كدير حتى شي حاجه، ما عندها حتى شي دور في هاد الحياه. انا ناعسه والسلام عليكم، كاينين شي نوع عاطينا غير الشغل والتماره والمسيح والحيوط وما نعرف شنو، وحالتها تلقايها ما فيها ما يتشاف، خانزه وسمحوا لي على هاد الهضره، كتلقايها صافي هامله راسها وجالسه كتجري دير الغدا، دير هادي دير هادي دير هادي غير باش ترضي، صافي باش هي كترضي ولادها وكترضي الزوج ديالها وما كترضيش راسها. يعني راسها ما كتعطيش واحد الاهتمام، ما كتهتمش براسها.
هادشي اللي بغيت نوصل لكم. ضروري المرأة، اي مرأة خاصها تكون كتعطي لراسها واحد القيمة، تهلا في راسها بلي برودوي. كاينين انا قلت لكم لي برودوي اللي غالي، غير بالنسبه لفيتامين سي، الفيتامين سي كيختلفوا، كاين اللي ديال 100 درهم، كاين ديال 150، 200، 300، 1000 درهم، 500 درهم، الا لا راه كاين حتى ديال 30 درهم. يعني اللي بغى يتهلا راه غادي يتهلا. وانا كنقول لكم ما عمركم ما تديو على الثمن ان الحاجه اللي غاليه هي اللي ديما زوينه. لا البنات، هذه الفكره حيدوها من راسكم اطلاقا. يعني راه ماشي دائما الحاجه اللي غاليه هي اللي كتصفي وكتنقي، لا. المهم البنات، كنهضر معكم شويه قاصحه، ولكن انا هكا عندي نيشان فرانشمون، كنهضر مع الناس نيشان، مع لي كليون ديالي، مع كلشي اللي جاي عندي كنهضر معاه بهذه الطريقه. والحمد لله الناس كيبغوني بالصراحه ديالي وبداكشي اللي فيا، باغيني هكاك عارفيني كنهضر معاهم على مصلحتهم. والحاجه الا ما كانتش غتفيدكم ما تبارطاجيهاش معاكم، وما عندي ما ندير مثلا بشي حاجه نبقى نكذب على عباد الله ونبارطاجي هكا حوايج خاويين، هذيك ما عندي ما ندير بها. داكشي علاش ما كنبقاش غير كننزل في التفاهات، يعني ننزل شي حاجه اللي هي معقوله، ولا ما كانتش معقوله ما عندي ما ندير بها. المهم حبيباتي، الهضره بزاف كيف ما كيقولوا بس كتحسن. المهم الميساج ديالي راه وصل، كما قلت لكم هاد فيتامين سي هذا راه زوين للبشره، راه مهم ذكرتكم لياش كيليق، كيوحد لكم اللون، واهم حاجه من هادشي كامل كيغذي لكم البشره ديالكم، يعني البشره كتغذى. وعاد البنات راه دايرين فيه واحد البروموسيون، يعني واحد لوفر اللي هو خيال، دايرين معاه فيتامين او اللي كيمشي معاه غاتوي، يعني كادو نبدلوا البنات وخوضوه. خذوا هاد الفيتامين او، هاد فيتامين سي راه كيمشي مع فيتامين او، علمتوما مثلا غتخلصوا هذا وهذا غتاخذوه على لافابو، ها هو كيدير دابا 66 درهم، يعني ما غاليش، بجوج بهم كيمشيو ب 66 درهم. يلا البنات بادروا سيروا خذوه. انا بالنسبه للكليون ديالي كاملين جاوا عندي خداوه، وبالنسبه للكليون ديالي اللي كيسمعوني وغيسمعوا في هذا الفيديو، بعض منهم انا غنصيفطو ليهم في الخاص غادي يشوفوا، راهم عارفيني يعني الكليانات ديالي اللي هما صحاح لي ديما كيجيو عندي وكياخذوا من عندي، هذوك راكم ديما في القلب وديما كنحماق عليكم، ولا المتتبعين ديالي حتى هما كنحماق عليكم، وكنبغي نبارك لكم العواشر البنات. وفي هاد رمضان حاولوا تهلاو ليا في راسكم، تهلاو ليا في راسكم، عندكم الوقت الكافي، بركه من النعاس، بركه من الخمول، نوضوا تهلاو ليا في راسكم، تهلاو ليا في وجهكم، يعني بحوايج اللي هما بساطين. كما كتشوفوا هاد فيتامين او البنات لياش كيليق، عندنا اول حاجه انتي اج، انتي اوكسيدون، يعني بالنسبه للتجاعيد كيصفي لنا البشره، كينقيها لينا. عرفتي البنات ديروا هادو بجوج وتزيدوا معاهم واحد الصابون ديال فيتامين او اولا كريم فيتامين سي، وبركه عليك. ديري هادو نوضي الصباح غسلي وجهك، ديري كريم دي فيتامين سي ولا سيروم دي فيتامين سي اولا فيتامين او، بركه عليك البشره ديالك غادي تكون البنات غزاله ونقيقيه. واللي تلاقى كيقول لك شنو كديري لوجهك يعني بثمن اللي هو بسيط. ولكن البنات راه اي حاجه راه ما يمكنناش البنات، انا كناكدها عليكم وكنعاود ناكدها، راه ما يمكنش تاخذوا شي حاجه وتعطيكم نتيجه في الشهر الاول، يعني راه حتى الفرق مثلا فاش كديروا ديك الحاجه وكيبان لكم وجهكم نتوما راه ما عطاتكم حتى نتيجه، راه ماشي نتوما اللي كتشوفوها، راه الناس. شتي الناس وتبعي لي الا لا واحد البرودوي سي مثلا سي موا ولا ناف موا وانت كديريه وتشوفي واش ما يعطيكش نتيجه. حنا راه كنديروا الحاجه نيشان، حنا كنديروا الحاجه واحد يومين ثلاث ايام شهر سيمانه وقف، اما عطاتنيش نتيجه هذه هذه صافي كنوقف. لا والو البنات ما خاصكمش توقفوا، ضروري خاصكم تتبعوا تبعوا. بحال مثلا فيتامين سي وفيتامين هادو خصهم ديما يكونوا، هادو ما تقولوش ما خصهمش ديما، خصهم يكونوا معك. حنا ما كنهضروش هادو ضروري، هادو شي حوايج اللي هما كيغديو لنا البشره، خصهم ضروري يكونوا عندنا. المهم حبيباتي كنتمنى نهاركم يدوز مزيان، وتهلاو ليا فراسكم، دابا جاو عندي كيان، حتى الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله، واشركم بركه ورمضان كريم، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه يا رب.